وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج مجتمع واعي، أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن كلمة جلالة الملك المفدى أتت في ظروف مهمة بتاريخ مملكة البحرين، وأن الكلمة السامية أثلجت صدور منتسبي وزارة التربية والتعليم. نتقدم بخالص معاني الشكر والتقدير والعرفان إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على هذه الكلمة التاريخية الوطنية التي أتت في ظروف مهمة ومحطة مهمة أيضا من تاريخ مملكة البحرين. وفي الواقع كم أثلجت هذه الكلمة صدور الأخوة في المنتسب الوزارة والأبناء الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم الكرام. في الواقع أن شعب مملكة البحرين أيها الأخوة الكرام دائما يترقب كلمات جلالة الملك، لأنها ترسم ملامح مستقبل، والمواطنين واثقين أن هذه كلهم ثقة بأن دائما كلمات جلالة الملك في كل حرف قصة وطن، في كل جملة حلم لمستقبل مشرق. في الواقع أخ فواز، لا أخفيك سرا أن بعد من انتهاء كلمة جلالة الملك استلمت العديد من المسجات من أخواني في وزارة التربية والتعليم يعبرون فيهم عن شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بكل كلمة تفضل بها جلالة الملك. هؤلاء الأخوة الذين عملوا بجد وإخلاص، عملوا لساعات متأخرة من الليل حتى يستطيعوا إدامة التعليم ولا ينقطع التعليم، خصوصا وأن دستور مملكة البحرين وتوجيهات جلالة الملك قبل ذلك تؤكد على خدمة المواطنين. فمشروع جلالة الملك حمد للمدارس المستقبل أتى بأمر مباشر من جلالته وبتوجيهات ومتابعة مستمرة لهذا المشروع. بدأنا في البداية منذ تشرفنا بهذا الأمر نهيئ المدارس ونطبق بشكل تدريجي حتى استطعنا أن نعمم هذه التجربة وهذا النوع من التعليم على كل مدارسنا ولله الحمد. ثم أتى الأمر الملكي السامي أيضا بالتمكين الرقمي، ومعناته في 2015 بأن يبدأ الطلبة والمعلمين الاستفادة من هذه المنظومة بشكل أكبر، وأصبحت فصولا الدراسية ولله الحمد منتجة للمعرفة ومتابعة لكل ما هو تطوير. في الواقع أخي الكريم، هذا أهل وزارة التربية والتعليم من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل أصبح هناك قاعدة صلبة وهناك قوة بشرية مؤهلة وهناك مخرجات تعليم يعني الكل يشهد لها. جلالة الملك عندما في كلمته اليوم عندما قال أن هذا الجيل هو فريق البحرين للمستقبل، هذا الجيل الذي نراهن عليه وكلنا ثقة بالنجاح، لأننا نجد دعم منقطع النظير من جلالة الملك.